هاي الدراسة أكدت أنه 82% من حملة الشهادات يفضلون العمل بالخارج، وبالذات في فرنسا، في كندا، ودول الخليج بالذات الإمارات وقطر. فبالتالي يعني هذه أرقام مخيفة جدا. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الجزائر كدولة تتمتع بالعديد من الخصائص الطبيعية، عدد سكان قليل ونفط كثير، ونفط كثير، لكن ما يحدث في بلد مثل الجزائر هو الحال كما هي الحال في العدد من دول شمال أفريقيا، حيث أن مخرجات التعليم ومستوى التعليم لا يطمح إلى احتياجات السوق ولا يلبي احتياجات السوق، فبالتالي الشباب دائما يسعون إلى الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي لأنه دائما هناك أخضر اخضرارا أكثر اخضرارا على الجانب صحيح الآخر صحيح. فبالتالي لكن العشب الأوروبي اللي هو الشباب العربي متصور أنه أكثر اخضرارا من العشب العربي، ده إذا كان عندنا عشب في العالم العربي، العشب الأوروبي جف، الأزمة جففته يا أستاذ عامر، ماذا يتصور هؤلاء؟ يعني كيف يتخيلون حياتهم إذا ما أفلحوا في التسلل إلى أوروبا؟ هو ما يطمح له الشباب هو أولا فرص عمل، أولا فرص العمل هي ما يطمح إليه، ثاني شيء مستوى الحياة ومستوى الدخل، وكذلك قوانين العمل المعمول بها في الاتحاد الأوروبي تضمن لهم نوعا ما نوعا من الأمان غير متوفر في بلادهم. هذا إذا ما وجدوا عمل، إذا ما وجدوا عمل. فبالتالي حلم الشباب لا زال كبيرا، ولا زالوا يتطلعون للاتحاد الأوروبي ودول أوروبا كأنها هي البديل، بسبب للأسف تباطؤ الحصول على أو توفير فرص العمل في بلادهم، لأن الاعتماد الأكبر في بلد مثل الجزائر هو على الحكومة وعلى القطاع العام الذي يشهد ترهلا كبيرا ولا يلبي أضعف الاحتياجات أو أقل الاحتياجات للشباب. اليوم في خضم ما يحدث اليوم في الاتحاد الأوروبي أجرينا العديد من الدراسات للتطلع على العام 2012، تتحدث عن بيت.com وعن سوق العمل بشكل عام، لأن ما يحدث أقصد هذه الدراسات أجرتها بيت.com. نعم لأن ما يحدث في الاتحاد الأوروبي له انعكاساته على منطقتنا، خصوصا وإذا ما أخذنا قطاع البنوك بالذات، حيث أن العديد من البنوك الأوروبية وبعد تخفيض تقييمها الائتماني أو مستواها الائتماني هناك حالة انعكاس على مستوى التوظيف في هذه البنوك في أوروبا وكذلك في منطقتنا، فبالتالي هذا سيعكس نوعا ما من السلبية على مستوى التوظيف لدى هذه البنوك. النظرة المستقبلية لعام 2012 بشكل عام متفائلة، حيث أن في مصر على سبيل المثال 56% من المصريين متفائلون بالعام 2012، حيث أن فرص العمل ستكون أفضل برأيي ما يحدث يعني الآن، متفائلين اقتصاديا بالعام 2012. نعم أنا يا أخي مش عارف، أنا طبعا يسعدني التفاؤل في كل أشكاله، لكن إحنا كنا لسه بنتكلم الوضع الاقتصادي في مصر الشديد الهشاشة، مش عايز أقول الخطورة، يعني هي حالة انتقالية اليوم. اليوم نأمل بعد الانتخابات والاستقرار أن تكون هناك حالة انتقالية تشهد الانتعاش، وخصوصا أن اليوم الشباب العربي في مصر أو في مناطق المختلفة من الوطن العربي يأملون بثلاث أمور أساسية. أولا فرصة العمل لحل أزمة البطالة، غلاء التغلب على غلاء المعيشة، وجودة التعليم. هذه الثلاث المطالب الأساسية التي يطمح لها الشباب، ونأمل بأن بعد انتهاء ما هذا الربيع العربي والحالة الانتقالية أن تحدث هناك طفرة نوعية من حيث تحويل الاستثمارات إلى الداخل، تطوير الاستثمارات وقوانين الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص اليوم لكي يشغل، هو كي يشغل. أنا اليوم إذا بنحكي عن البطالة محمد، اليوم أنا أحتاج إلى بالعام 2020 إلى أكثر من 80 مليون وظيفة. أنا يا اليوم إلهي. عندي يا 20 إلهي. مليون عربي عاطل عن العمل. اليوم 20 مليون عربي عاطل عن العمل، حيث أن مستوى البطالة في دول شمال أفريقيا أعلاها تصل إلى 20-25%. اليوم أنا عندي نسبة العمالة العربية حوالي 120 مليون عربي، إذا ما أخذنا 15% هو معدل البطالة، فتقريبا أنا عندي 20 مليون عربي عاطل عن العمل. فأنا اليوم بحاجة إلى 20 مليون وظيفة لتشغيل العاطلين عن العمل. بالإضافة إلى كل هذا، أنا كل سنة عندي 5 مليون خريج جديد. فبالتالي أنا اليوم بحاجة إلى ما لا يقل عن 5 إلى 6 ملايين وظيفة جديدة. اليوم توفير الوظائف يختلف عن خلق الوظائف، حيث يجب أن يكون هناك حالة من الإبداع
لدى حكوماتنا، بحيث أنه نبتعد عن بعض القطاعات التي اليوم تأثرت تأثرا كبيرا في الأزمة الاقتصادية، حيث يجب التوجه اليوم إلى قطاعات أكثر إنتاجية وأكثر استدامة، لأن قطاع الخدمات وقطاع القطاعات المصرفية وقطاع التطوير العقاري اليوم للأسف تتأثر بتحركات السوق، لكن اليوم القطاعات الأكثر إنتاجية كالزراعة والصناعة هي اليوم ما يضمن تشغيل الأيدي، وهذا بحاجة إلى استراتيجيات حكومية. أنا أسألك، أنت ما زلت شابا ما شاء الله عليك يا أستاذ عامر، ضع نفسك في حذاء شاب عربي ضاق به الحال في بلده، ويراوده صديق سوق كده يقول له يا أخي تعال نركب الزورق، هندي الراجل $500 وهيوصلنا إيطاليا وهنبقى أثرياء وهنركب فيراري، عارف؟ اطرح عليه خيارات أخرى بالله عليك يا شيخ. اليوم هو الحل في أيدي الحكومات. 92% من الذين تم استطلاع آرائهم بحسب دراساتنا، حتى نقوم ما نحكيه بأرقام، بأنه اليوم يرمون باللوم على الحكومات، بأن الحكومات اليوم هي سبب ما يحدث من حيث عدم توفير وظائف، وهم يلومونهم بسبب الوضع الاقتصادي السائد. فاليوم ما نريد أولا حتى نزرع الأمل في قلوب الشباب، أولا مكافحة الفساد. الفساد هو آفة للأسف يجب التغلب عليها ويجب مقاومتها، وهو برأيي ما يمنع العديد من الشباب الحصول على فرص عمل مناسبة لها. أصحاب الوسائط هم أصحاب من يوظفون، وتطوير فرص التعليم، الاهتمام بالقطاع الخاص، واليوم عندنا عائدات نفطية وصناديق سيادية، اليوم يجب تحويل هاي الاستثمارات إلى الداخل وإلى الدول العربية لتشجيع الاستثمار. اليوم البنوك الأوروبية وضعها لا تحسد عليه، لكن الحمد لله اليوم في عنا بنوك عربية في لبنان وفي الأردن وفي مصر حتى، اليوم استطاعت الثبات في الأزمة الاقتصادية، فبالتالي تحويل الأموال إلى الدول العربية وتشجيع الاستثمار في الدول العربية برأيي سيخلق العديد من عظيم. هذه نصائح ممتازة، لكن أنا نصائح المطلوب من الدول مثل الأردن ومصر ولبنان هي تطوير قوانينها، بحيث أنا كمستثمر اليوم أشعر بالأمان، حيث أن أقوم بتحويل استثماراتي إلى الأردن ومصر ولبنان يجب أن يكون هناك مناخ ملائم لاستثمار طويل الأجل. طويل الأجل لكن وآمن. كل هذه النصائح هي نصائح للحكومات وستستغرق وقتا. الشاب المسكين ده يعمل ايه؟ يركب زورق الموت ام ان امامه خيارات اخرى؟ هناك اليوم يعني حسب الدراسات التي قمنا بها اكثر من 62% من ارباب العمل سيقومون في عمليه التوظيف بالعام 2012، فهناك في فرص عمل، لكن فرص العمل اليوم الموجوده 75% من هذه الفرص ستقوم بتشغيل من شخص إلى 5 أشخاص، فبالتالي لن تستوعب الأعداد الكبيرة من الخريجين ومن العاطلين عن العمل. اليوم التركيز على المهارات، يجب على الشباب العربي اليوم التركيز على تطوير مهاراته، تطوير قدرته على التواصل ودراسة يعني محتاجات السوق، وهذه كلها معلومات أنا دوري كموقع بيت.com أن أوفرها مجانا لكل الشباب العربي، بحيث يقومون بتطوير إمكانياتهم استفادة من المعلومات. لكن يا أخي اللي ما عندوش مهارات يموت من الجوع. افرض يا أخي ممكن ما يكونش عندك مهارات وتشتغل عمل بسيط، لكن في الدول المتقدمة العمل البسيط في حد أدنى للأجور وفي رعاية اجتماعية وفي احترام كامل لجامع القمامة، يا أخي احترام عميق لجامع القمامة، زيه زيك زي أي حد تاني. ينبغي أن تتغير الذهنيات أظن في العالم العربي لكي يكون هناك بداية على طريق إصلاح سوق العمل، إصلاح حقيقي لسوق العمل. نعم، يعني طرحت مسألة جدا مهمة وهي الحد الأدنى للأجور، وهي سلاح ذو حدين برأيي، حيث أن تحديد مستوى الأجور سيمنع العديد من المؤسسات المتوسطة والصغيرة أو الإحجام عن التشغيل، حيث أن إمكانياتها لا تسمح لها بعملية التوظيف، وبالتالي هذا يتطلب جهد حكومي كذلك. صحيح. في تمويل هذه وتخفيف العبء من حيث الضرائب والرسوم ودعم هذه المؤسسات لتشجيعها على مساهمتها في القطاع الخاص وتشغيل العدد الأكبر من الخريجين. أستاذ عامر، أنا متشبث ببارقة الأمل كده أنه عام 2012 سيكون أفضل من حيث التوظيف، صح؟ إن شاء الله. طيب خلينا نختم الحلقة مشاهدي الكرام بهذا الكلام اللطيف، أخيرا لقينا كلام لطيف، عمالين نتكلم عن عقوبات وشبح حرب وعن خراب اقتصادي مستعجل والكلام الفارغ ده، ما ينفعش نستقبل الويك إند اللطيف كما أتمناه لكم بهذا الكلام المتشائم. الأستاذ عامر زريقات نائب الرئيس لموقع بيت.com،
طبعا بعد أن أشكره مرتين لحضوره ولبارقة الأمل التي منحنا إياها، أود أن أشركه معي في تقديم التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذه الدولة التي أثبتت عبر 40 عاما من الاتحاد أن العرب يستطيعون الاتحاد. كنا فاكرين أن دي أسطورة، أنه كل عربي شيخ قبيلة، كل عربي ما يقدرش يأتلف مع العربي الآخر. الإمارات أثبتت العكس، أثبتت أن العرب يستطيعون الحياة معا، التعايش معا، وأن يكونوا دولة اتحادية تستمر وستستمر. كل سنة والإمارات طيبة، تصبحوا على خير.